بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عائد إلى الله، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. قصة العائد النهاردة هي قصة واحد من التلاتة اللي حكى عنهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما كانوا في سفر، وبعدين دخلوا لغار علشان يستريحوا بالليل، فأمطرت السماء فسقطت صخرة عظيمة فسدت باب الغار، فكل واحد قال فيهم تعالوا نتوسل إلى الله بعمل صالح لعل ربنا يقبل هذا التوسل ويفرج عنا هذه الصخرة علشان نعرف نخرج. فكل واحد فيهم كان عنده عمل صالح، والأخير كان عمله الصالح قصة توبته. قال الثالث: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. قال: فأردتها عن نفسها، كان بيحبها جدا وطلب منها الفاحشة. قال: فامتنعت، ثم أصابتها سنة، حصلت لها مشكلة مادية ضخمة. قال: فراودتها عن نفسها على أن أعطيها 120 دينار. قال: ففعلت، حتى إذا قدرت عليها وجلست منها مجلس الرجل من زوجته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها الأموال. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت عنهم الصخرة وخرجوا. الرجل ده كان بيحب بنت عمه جدا وطلب منها فعل حرام، والبنت كانت شريفة فرفضت، ثم حصل لها مشكلة مادية ضخمة، ده معنى كلمة سنة في اللغة العربية، ثم أصابتها سنة. ممكن يكون عندها حد مريض محتاج الفلوس مثلا، يعني حد دخل السجن في مبلغ محتاج أن هي تطلعه، مشكلة مالية ضخمة. فطلب منها الفاحشة على أن هو يحللها المشكلة دي، واستغل احتياج هذه البنت وللأسف وافقت. ثم كان منها كما يكون الرجل مع زوجته، وقبل أن يفعل معها الفاحشة قالت له: حرام عليك، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، مش من حقك تعمل كده لأنك مش جوزي. اللحظة دي حصلت له استفاقة، وقام عنها في لحظة قوة شهوته، وهي أحب الناس إلي طبعا، وسب لها الفلوس. ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. أولا هذا الإنسان كان قاسي جدا، أنه يستغل حاجة بنت عمه في أنه يطلب منها حاجة حرام زي دي. المسكينة ربنا يكون في عونها وافقت علشان تاخد هذه الفلوس علشان تحل بها المشكلة الضخمة اللي كانت عندها. وهذا الإنسان تاب إلى الله سبحانه وتعالى، رغم أنه كان بيفعل فعل دنيء جدا، فعل خسيس جدا، أنه يستغل حاجة قريبته، لكن لحظة الاستفاقة عاد بها إلى الله. ولما عاد إلى الله كانت هذه التوبة والعودة إلى الله سبب في تفريج هذا الهم وهذا الغم وهذه الكربة اللي أصابته هو وأصحابه. كأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول: ربنا بيتقبل توبة الإنسان القاسي، الإنسان المستغل، الإنسان اللي ممكن يفعل فعل دنيء إذا استفاق وعاد إلى الله. وكأن سيدنا رسول الله بيقول: التوبة فعل مبارك، بسببه ربنا يفرج الهم ويرفع الكربات. فكن أنت إذا كان في حياتك هم وأنت تعلم أن في ذنب في حياتك، فكن أنت العائد إلى الله لعل الله يفرج عنك ما أنت فيه.